هنبدأ دلوقتي في شابتر 6، نتكلم عن الريزيديو سيرم. الريزيديو سيرم يعني تقريبا 3 أجزاء مقدمة عن الريزيديو سيرم وحساب الريزيديوز والريزيديو سيرم نفسها وبعض التطبيقات عليه. هنبدأ دلوقتي في المقدمة بتاعة الريزيديو سيرم وإزاي نحسب الريزيديوز. في الأول نفتكر العلاقة اللي خدناها اللي بتقول لو عندي زد نوت نقطة في المستوى المركب والزد نوت حواليها أو بيحيط بيها منحنى بسيط مغلق أيا كان شكله، وطبعا الاتجاه بتاعه هو الاتجاه الموجب، عاوز أجيب تكامل على الجاما واحد على زد ناقص زد نوت بس ان دي زد. قلنا التكامل ده هيطلع بيساوي 2 باي اي لو ان بيساوي -1، وبيساوي 0 لو ان لا تساوي -1. لو ان لا تساوي -1 يعني كل التكاملات دي لاي ان بيساوي 0 الا حالة واحدة، لو ان بتساوي -1 يبقى التكامل ده عبارة عن 2 باي اي. جميل. طيب وايه تاني؟ التاني اللي هو مسلسلة لورنت. لو عندي دالة اف اوف زد، الدالة دي لها سنجولاريتي عند زد نوت وملهاش جوه المنحنى جاما اي سنجولاريتي تانية، هي زد نوت بس، وبرضو على المنحنى جاما وحته كده بره المنحنى جاما الداله التحليليه فيه، يبقى في المنطقه دي كده الداله اف اوف زد ملهاش سنجولار بوينتس الا زد نوت، بمعنى ان زد نوت دي نقطه افرادها سنجولار بوينت بالنسبه للداله اف اوف زد، ومش بس كده ده ايزوليتد سنجولار بوينت. جميل. يبقى انا ممكن افك الداله اف اوف زد في لورنت سيريز كالاتي. ها نبدا من ناقص ما لا نهايه زائد ايه ناقص 2 على سبيل المثال في زد ناقص زد نوت تربيع، زائد ايه ناقص 1 على زد ناقص زد نوت، زائد ايه نوت، زائد ايه 1 في زد ناقص زد نوت، زائد حدود للملل. جميل. انا هبدأ اكامل الطرفين على الجام، اجيب تكامل هنا الـ F of Z على الجاما دي Z واشوف الكلام ده هيساوي ايه. هيساوي تكامل الكلام ده على الجاما دي Z، تكامل الكلام ده على الجاما دي Z، تكامل الكلام ده على الجاما دي Z، تكامل هنا على الجاما دي Z، زائد تكامل على الجاما باقي الحدود دي Z. جميل. وهنا نفس الكلام دي زد. تعال نشوف. اولا كل التكاملات ده واللي يسبقوه زيرو بالعلاقة دي، ونسيب التكامل ده وناخد اللي بعده وكل اللي بعده زيرو برضه بالعلاقة دي، ما تبقاش بس الا التكامل اللي فيه A minus 1. طب التكامل ده بيساوي ايه؟ بيساوي 2 باي اي. ليه؟ لانه تكامل واحد على زد ناقص زد نوت على الكونتور جاما اللي هو في الاتجاه الموجب، مضروب في اي ماينس 1. ليه؟ لانه اي ماينس 1 ثابت. طيب كل الحدود اللي كانت موجوده، كل المعاملات اللي كانت موجوده تبقى منها بس الاي ماينس 1، فالاي ماينس 1 ده هو الريزيديو. يبقى اذا بنقول او بنسميه الريزيديو بتاع الداله اف اوف زد عند النقطه زد نوت هو اي ماينس 1. جميل. يعني هو معامل واحد على زد ناقص زد نوت في لورنت سيريز، عشان كده لورنت سيريز مهمه. القاعده بتقول شوفوا لورنت سيريز فكوا الداله فيها وهاتوا اي ماينس 1، هو ده الريزيديو. الريزيديو للداله اف اوف زد عند زد نوت، وبستخدمه في ريزيديو سيرم ولنا شغل معاه بس بعد شوية.
كلام جميل. ومن هنا بقى بنقول ان في تيلور سيريز استخدمناه عشان نجيب التفاضلات، هنا بنستخدم لورانت سيريم عشان نجيب او لورانت سيريز عشان نجيب التكاملات. يعني التكامل اهو طلع عباره عن ايه، 2 باي اي في اي ماينس 1، وكأن بالظبط بشتغل مع تيلور سيريز، بس تيلور سيريز بيجيب التفاضلات، انا هنا بجيب التكاملات. جميل. يهمنا بقى نحسب الاي ماينس 1 اللي هو الريزيديو. طب ما انا هفك في تيلور سيريز في لورانت سيريز واجيب اي ماينس 1 من لورانت سيريز. مفيش طريقه اسهل نقدر نحسب بيها الاي ماينس 1 من غير ما نفك في لورانت سيريز؟ في. تعال بقى نشوف نحسب الريزيديو اللي هو الاي ماينس 1 ازاي بدون ما نفك في لورانت سيريز. يبقى نشوف دلوقتي كالكوليشن اوف ريزيديوز. طيب احنا قلنا ايه، النقطه زد نوت ايزوليتد سنجولر بوينت بالنسبه للداله اف اوف زد، تبقى هي نوع من الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم، يا اما ريموفبل سنجولاريتي، يا اما بول اوف اوردر ام، يا اما اسينشال سنجولاريتي. هنحسب الريزيديوز في الثلاث حالات دول. الحاله الاولى لو كانت اف زد نوت از ايه ريموفبل سنجولاريتي، وانا عايز اجيب الايه الاي ماينس 1 الريزيديو، يبقى المطلوب احسب الريزيديو بتاع الاف اوف زد ريموفبل سنجولار بوينت فور اف اوف زد، يبقى المعلومه كامله. وعايز احسب الريزيديو بتاع الاف اوف زد دي عند الزد نوت دي، وزد نوت الكلام ده على طول هيساوي زيرو. يساوي زيرو ليه؟ لان انا عارف انها لو ريموفبل سنجولاريتي يبقى مفكوك الداله اف اوف زد في لورنت سيريز مفيش اي حدود باسس سالبه، والزد ناقص زد نوت اس ناقص واحد حد اسه سالب، يبقى اكيد مش موجود، يعني المعامل بتاعه بصفر، يبقى الاي ماينس 1 بيساوي زيرو في الحاله دي. يبقى لاي سنجولار بوينت ريموفبل، اي سنجولار بوينت ريموفبل لداله اف اوف زد الريزيديو عندها بيساوي زيرو. يعني على طول كده يقول لي مثلا انا عايز تجيب لي الريزيديو بتاع ساين زد على زد وزد بيساوي زيرو، اللي هي السنجولار بوينت بتاع الداله دي اللي احنا عارفين انها ريموفبل سنجولاريتي، يبقى الريزيديو على طول بيساوي زيرو. طب لو قال لي هات الريزيديو بتاع الداله زد ناقص 2 على زد ناقص 2 في زد ناقص 4 عند النقطة 2، أقول له برضه بيساوي زيرو. احنا شفنا من شوية إنه زد بيساوي 2 ريموفبل سنجولاريتي للدالة الموجودة عندنا، وأي بقى ريموفبل سنجولاريتي الريزيديو عندها بيساوي زيرو. طب ناخد الحالة التانية، لو كان عندنا زد نوت ده بول أوف أوردر إم، يا ترى نجيب الريزيديو إزاي؟ خد بالك إن احنا حسبنا الريزيديو كده من غير ما نحسب إيه أو نفك في إيه؟ في لورانت سيريز. جبناه بالمعلومات اللي عندنا من ان الريموفبل سنجولاريتي ملهاش حدود بؤس سالبه في لورنت سيرز. الحاله الثانيه اف زد نوت از ايبول اوف اوردر ام فور اف اوف زد، وانا عايز احسب الريزيد اللي هو الاي ماينس 1 في لورنت سيريز. احسبه ازاي؟ احسبه كالاتي. هو مش اف اوف زد بتبدا كده اي ناقص ام على زد ناقص زد نوت اس ام زائد اي ناقص ام زائد واحد على زد ناقص زد نوت اس ام ناقص واحد، وحتى نعمل ماشيين كده لحد اي ماينس واحد اللي احنا عايزينه على زد ناقص زد نوت زائد اي نوت زائد حدود اخرى. مظبوط. انا عايز ده، عايز طريقه تطلع لي ده من وسط المسلسله. هعمل ايه؟ هعمل كالاتي. يبقى اللي انا هعمله ده الاسلوب اللي هحسب بيه اي ماينس 1 المسلسله دي، اخرجه على طول طبعا من غير ما افك. يعني انا بعد ما اوصل للصيغه او العلاقه هستخدمها عشان اجيب اي ماينس 1 من غير ما افك في لورنت سيريز. هعمل الاتي، اضرب الطرفين في زد ناقص زد نوت اس ام، يبقى عندي هنا زد ناقص زد نوت
بص ام في الاف اوف زد يساوي، لما اضرب هنا اول حد عندي هيبقى ايه ناقص ام زائد ايه ناقص ام زائد واحد في زد ناقص زد نوت زائد حدود اخرى لحد ما اوصل هنا، يبقى زائد ايه ناقص واحد في زد ناقص زد نوت اس ام ناقص واحد زائد ايه نوت في زد ناقص زد نوت اس ام زائد حدود اخرى. جميل. يا ترى لو فضلت الطرفين ام ناقص واحد مره بالنسبه لزد، ايه اللي يطلع؟ يطلع الاتي. يبقى فاضل دلوقتي ام ناقص واحد مره بالنسبه لزد، الدال زد ناقص زد نوت اس ام في الاف اوف زد، يطلع الاتي. تفاضل المره الاولى ده يبقى زيرو وخلاص، يبقى ايه ناقص ام زائد واحد وحدود. فاضل المره الثانيه ايه ناقص ام زائد واحد برضه يروح وحدود، وهكذا لحد ما اوصل للتفاضل من رتبه ام ناقص واحد. ايه اللي يحصل؟ ها ده هيبقى تفاضله الاتي، ام ناقص واحد مضروب فيه الايه ناقص واحد وخلاص، زائد ايه نوت اللي هو الحد ده في مضروب ام في زد ناقص زد نوت زائد حدود اخرى، الحدود الاخرى يبقى فيها زد ناقص زد نوت تربيع وتكعيب وهكذا لحد ما لا نهايه. جميل. يا ترى لو جبت ليميت للكلام اللي قدامي ده، لما زد تقول لزد نوت للطرفين، يا ترى هحصل على ايه؟ هحصل على الاتي. يبقى ليميت لما زد تقول لزد نوت، ليه الكلام ده؟ تفاضل رتبة ام ناقص واحد لزد ام ناقص واحد زد ناقص زد نوت اس ام في الاف اوف زد، هحصل على هاخد ليميت في الطرف اليمين، اول ده ثابت ما اعتمدش على زد ناقص زد نوت، يبقى على طول ام ناقص واحد مضروب في الاي ماينس 1. طيب الحد ده هحط فيه زد بزد نوت هيبقى زيرو، الحد اللي بعده فيه زد ناقص زد نوت تربيع بزيرو تكعيب بزيرو وهكذا، يبقى باقي الحدود بصفار وخلاص، ما عادش عندي في الطرف اليمين الا الترم ده بس. طب انا عايز ايه؟ عايز ايه ماينس 1؟ يبقى الريزيديو بتاع الاف اوف زد وزد نوت لما تكون بول اوف اوردر ام للداله اف اوف زد هي اللي هو بيساوي ايه ماينس 1 هيساوي الاتي. هقسم الطرفين على مضروب ام ناقص 1، يبقى 1 على ام ناقص 1 مضروب مضروبه في ليميت لما زد بتقول لزد نوت للتفاضل من رتبه ام ناقص 1 ليه زد ناقص زد نوت اس ام في الاف اوف زد. هي دي العلاقه اللي بحسب بيها الريزيديو في حاله بول اوف اوردر ام، هي دي. معلش شكلها بيبقى صعب شويه بس تطبيقها سهل، يعني بنقدر نطلع الريزيديو بسهوله باستخدام العلاقه دي. ازاي يعني؟ ناخد المثال ده. كمثال هناخد الداله دي، افترض ان اف اوف زد مثلا بيساوي المقام ناخده زد ناقص واحد اس خمسه، وناخد البسط مثلا ايه اس ثلاثه في زد ناقص واحد على سبيل المثال. طيب انا عاوز الاول اطلع السنجولار فويس بالنسبه للداله دي، ولو كانت بول اوف اوردر ام يبقى جميل اطبق عليها العلاقه على طول. فالسنجولار بوينتس اللي موجوده بالنسبه للداله دي الاتي، سنجولار بوينتس هي زد بيساوي واحد. طب يا ترى ايزوليتد؟ ايزوليتد والقصه منتهيه. طيب عند زد بيساوي واحد قاما يساوي زيرو والبسط لا يساوي زيرو، يبقى ايه اس زيرو بواحد. كلام جميل. طيب ده بول اوف اوردر كام بقى؟ الاوردر بتاعي خمسه، يبقى انا عندي ام بيساوي خمسه
البول زد بيساوي واحد والدنيا ماشية وما عنديش مشاكل، يبقى عاوز اجيب الريزيديو دي. يبقى الريزيديو بتاع الاف اوف زد اللي هو مديها لي، والنقطة كام؟ والنقطة واحد. حساب واحد على مضروب ام ناقص واحد، يبقى واحد على مضروب اربعة في ليميت لما زد تقول للواحد، في الليميت لما زد بتقول للواحد. للتفاضل من الرتبة الرابعة دي أربعة باي دي زد أس أربعة، لإيه؟ لزد ناقص زد نقطة اللي هي الواحد أس إم اللي هي الخمسة. الدالة اللي عندي هي إي أس تلاتة في زد ناقص واحد على زد ناقص واحد أس خمسة. كده أنا عوضت في العلاقة تمام. دايما ده يروح مع ده. جميل. يبقى الكلام ده هيساوي الأول واحد على مضروب أربعة زي ما هي. طيب انا هفاضل هنا كم مره؟ اربع مرات. لاحظ اي اس 3 زد ناقص واحد تفاضلها مره تنزل الثلاثه، كمان مره تنزل الثلاثه، كمان مره تنزل كمان ثلاثه، المره الرابعه تنزل ثلاثه، يبقى 3 اس 4. يبقى الاس اللي هنا 3 اس 4، اسف الثابت اللي هنا في البسط 3 اس 4. يبقى عندي ايه بقى؟ ليميت لما زد بتقول للواحد ليه الناتج من التفاضل هنا هيبقى ايه؟ اس 3 زد ناقص 1 اي اس 3 في زد ناقص 1، وطبعا ال 3 اس 4 انا طلعتها بره هنا. لما اعوض عن زد بواحد هيبقى ايه؟ اس 0. يبقى الكلام ده هيساوي 1 والريزيديو طلع 3 اس 4 على مضروب 4. يبقى الكلام ده عباره عن 3 اس 4 على مضروب 4، والريزيديو بنحسبه في الحالة دي بالطريقة دي بمنتهى السهولة. الدنيا ماشية، بتلاحظ انك ما عندكش مشاكل. ليه؟ لانه دايما زد ناقص زد نوت وزد ناقص زد نوت نفس الاس، بيروحوا مع بعض وتفضل لك قدامك او عندك دالة عادية تقدر تفضلها بسهولة. وزي ما احنا شايفين زي الاي اس 3 زد ناقص 1 لما فضلناها اربع مرات طلعت 3 اس 4 في الدالة نفسها، والليمت تعويض مباشر، وبطلع النتيجة اللي هو الريزيديو عد النقطة المعطاة إذا كانت بول أوف أوردر إم إم. طيب في حالات خاصة من العلاقة دي؟ آه، في حالة خاصة لو إنه الإم بتساوي واحد. يبقى دلوقتي هنشوف لو إم بتساوي واحد العلاقة الخاصة هيطلع شكلها إيه؟ فور إم بيساوي واحد. هنفترض ان الداله اف اوف زد كانت بي اوف زد على يو اوف زد. طيب البول اوف اوردر واحد، انا اعتبر البول زد بيساوي زد نوت، وزد زد بيساوي زد نوت، بول اوف اوردر واحد بالنسبه للداله اف اوف زد اللي هي بي اوف زد على كيو اوف زد. عشان الكلام ده يحصل لو كان البي اوف زد نوت لا تساوي زيرو، يبقى لازم الكيو اوف زد نوت تساوي زيرو، بس الكيو داش اوف زد نوت لازم ما تساويش زيرو عشان يبقى ايه؟ زد نوت زيرو اوف اوردر واحد بالنسبه للمقام. ليه؟ لان قيمه المقام عنده بتساوي زيرو لكن التفاضل ما يساويش، والبسط بقى ما يساويش زيرو، يبقى الكلام تمام، ويبقى فعلا زد نوت بول اوف اوردر واحد بالنسبه للداله اف اوف زد اللي عندنا. جميل. في الحاله دي انا هطبق العلاقه دي عشان اجيب منها الريزيديو. ركز، هي دي نفس العلاقه اللي عندنا. يبقى في الحاله دي الريزيديو بتاع الاف اوف زد اللي هي عباره عن بي اوف زد على كيو اوف زد هيساوي وزد نوت هيساوي اولا واحد على مضروب ام ناقص واحد، والام بتساوي واحد، يبقى مضروب واحد على مضروب زيرو بواحد. خلصنا من الحكايه دي. وبعد كده هقول ايه؟ ليميت لما زد تقول لزد نوت. جميل. تفاضل من رتبه واحد ناقص واحد، يبقى مش هعمل عمليه تفاضل خلاص. وبقى عندنا زد ناقص زد نوت اس واحد في الاف اوف زد، يبقى عندي زد ناقص زد نوت اس واحد في الاف اوف زد اللي هي بي اوف زد على كيو اوف زد. انا ممكن اكتبها كده، ادي الكيو اوف زد واقول هنا بي اوف زد وتنتهي القصة. جميل.
هعمل ايه بقى دلوقتي؟ لو انا طرحت من هنا كيو اوف زد نوت في المقام، راحوا على اي اساس ايه؟ لانه بيساوي زيرو اساسا، هتحطه هنا ما جراش حاجه وخلاص، انا ما عنديش عايز العلاقه دي. الكلام ده يا ترى يساوي ايه؟ ليميت الكلام ده يديني كيو داش عند زد نوت في المقام، لان تعرف كيو داش ايه؟ ليميت كيو عند زد ناقص كيو عند زد نوت على زد ناقص زد نوت لما زد تقول لزد نوت. انا قلبت العمليه بس، يبقى الكلام ده هيساوي كيو داش اوف زد نوت في المقام. طب وده يديني بي اوف زد نوت على طول. يعني بالبساطه دي، بالبساطه دي لو كان عندك الداله بتساوي بي اوف زد على كيو اوف زد، وكانت الزد بيساوي زد نوت بول اوف اوردر واحد للداله دي، يبقى الريزيديو على طول عوض في البسط تعويض مباشر، وفاضل المقام وعوض فيه. كده جبت الريزيديو في حاله ام بيساوي واحد، لكن لو ام غير الواحد بعوض في العلاقه العامه. واحيانا بيطلعوا علاقه خاصه زي دي كده في حاله ام بيساوي اتنين، بس يعني حفظها صعب من وجهه نظري على الاقل، حفظها صعب وطويله. انا بعوض فيه العلاقه العامه وبخلص المساله من وجهه نظري افضل من ان انا احفظ علاقه فيها كام ترم وهتبقى صعبه في التطبيق. كلام جميل. عاوزين بقى مثال على الحاله دي علشان نشوف تطبيقها ازاي. مثال سهل كده، طبعا الامثله كلها قريبه من بعضها. لو خدنا مثال على سبيل المثال ايه، ناخد مثلا كوساين زد مقسوم على زد، دي عندي ايه؟ اف اوف زد. جميل، واضحه جدا. زد بيساوي زيرو عباره عن بول اوف اوردر واحد بالنسبه للداله اف اوف زد اللي عندنا. اولا هي زد بيساوي زيرو تلبي الخواص اللي عندنا او اللي احنا عايزينه، احنا ايزوليت سنجولار بوينت والاس. طيب دي الحاله بتاعتنا بالظبط. طب انا عاوز بقى اجيب الريزيديو بتاع الداله اللي هي كوساين زد، كوساين زد على زد فين؟ عند الزيرو سنجولار بوينت بتاعتنا. عباره عن ايه؟ البسط عوض فيه مباشر كوساين زيرو، والمقام افضله واعوض فيه، الوضع بتاعي يطلع واحد مش محتاج تعويض، يعني الكلام ده بيساوي واحد. فعلا الريزيديو بتاع الداله دي عند نقطة الاصل بيساوي واحد. جميل، واي داله الليم بتاعها بيساوي واحد وهي بسط ومقام والاس اللي بنقول عليه عوض كده تعوض كده، ويطلع الريزيديو بالظبط زي ما بتحسبه من العلاقه العامه. جميل، دي الحاله الثانيه. طب الحاله الثالثه، لو عندي essential singularity عند النقطة زد نوت بتصرف ازاي؟ بتصرف كالآتي. الحالة الثالثة if زد نوت is an essential singularity for f of z. احسب الريزيديو ازاي؟ الريزيديو بتاع الاف اوف زد وزد نوت بيساوي ايه؟ ماينس 1. ما قدامكش غير انك تجيبه من لورنت سيريز، هنا لازم تفك وتجيب الاي ماينس 1 من المتسلسل. يعني ملهاش علاقه خاصه؟ لا ملهاش علاقه خاصه. جيب الريزيديو في حاله السنشال سنجولاريتي من لورنت سيريز. على سبيل المثال لو خدنا الداله المشهوره اي اس 1 على زد، عاوز اجيب الريزيديو بتاعها. فين السنجولار بوينتس؟ زد بيساوي زيرو، سنجولار بوينتس زد بيساوي زيرو، نوعها سنشن سنجولاريتي. جميل، يبقى على طول لازم افك في لورنت. خدنا مفكوك اي اس زد قبل كده كتير، اي اس واحد على زد، الكلام ده هيساوي واحد زائد واحد على مضروب واحد في واحد على زد زائد واحد على مضروب اتنين في واحد على زد تربيع زائد حدود تانية. فين معامل واحد على زد؟ ليه واحد على زد؟ لانه واحد على زد ناقص زيرو، واحد على زد ناقص زد نوت، وزد نوت بزيرو، يطلع ده هو ده الاي ماينس 1. يبقى الريزيديو بتاع الداله اي اس واحد على زد عند الزيرو
بيساوي واحد، اللي هو عبارة عن واحد على مضروب واحد. طيب لو جاب لي دالة بالشكل ده، الدالة المشهورة في الجزئية دي الآتي، لو قال لي مثلا ساين واحد على زد ناقص اتنين، أو كوساين واحد على زد تربيع، أو أي دالة تانية، على طول أفك هنا في لورانت سيريز هتطلع ازاي؟ يعني نعرف الساين زد مفكوكة هي، أشيل الزد وأحط مكانها زد ناقص اتنين، يبقى واحد على زد ناقص اتنين، جميل، وناقص واحد على مضروب تلاتة، وواحد على زد ناقص اتنين كل تكعيب ناقص، وهكذا كمل. طيب نبدأ نقول السنجولار بوينتس بالنسبة للدالة دي، احنا عارفين انها زد بيساوي كام؟ اتنين، وهي essential singularity، يبقى على طول الريزيديو بتاع الاف اوف زد اللي هي ساين واحد على زد ناقص اتنين السنجولار بوينت اللي هي اتنين اللي هي essential singularity بيساوي معامل واحد على زد ناقص اتنين اللي هو بيساوي كام؟ بيساوي واحد. ولو جينا بالنسبة للدالة دي نفس الكلام، ها singular points زد بيساوي زيرو، اخبارها essential singularity، اعمل ايه؟ افك في لورنت. طب مفكوك الكوسان عبارة عن واحد ناقص واحد على مضروب اتنين في زد تربيع، يبقى واحد على مضروب اتنين في زد تربيع، يبقى هنا واحد على كام؟ على زد اس اربعة. ليه؟ لانه لو هي واحد على زد يبقى واحد على زد تربيع، يبقى واحد على زد اس اربعة، وهكذا، زائد واحد على مضروب أربعة في واحد على زد أس تمانية، وهكذا. طب فين معامل واحد على زد؟ مش موجود، يبقى الريزيديو بيساوي زيرو، يبقى الريزيديو بتاع كوساين واحد على زد تربيع وزيرو هيساوي زيرو، لأنه مفيش عندي معامل ليه واحد على زد في المتسلسله دي. ده احسب الريزيديو اذا كان ريموفابل، يبقى على طول الريزيديو بيساوي زيرو. اذا كان بول اوف اوردر ام بحسبه من العلاقه العامه، اذا كانت الام بيساوي واحد بحسبه من العلاقه الخاصه بتاع البي اوف زد نوت على الكيو داش اوف زد نوت، لو كان اسينشال سنجولاريتي بجيبه من نصيحه لورانت بالشكل اللي احنا عملناه دلوقتي. كده خلصنا حساب الريزيديو. هنستخدم الريزيديو ان شاء الله في الريزيديو سيريم المحاضرة الجاية، ونشوف ازاي بنحسب التكاملات عن طريق الريزيديو سيريم، ونشوف بعض التطبيقات على الحالة دي. ان شاء الله نبدأ في المحاضرة الجاية في الريزيديو سيريم وتطبيقاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.